بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم. لقاء مع فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان. الدرس 185. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم إلى حلقة جديدة في برنامج اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن تيمية رحمه الله. يشرح الكتابة في هذه الحلقات صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. في مطلع هذه الحلقة نرحب بشيخنا الكريم، فحياكم الله شيخ صالح. حياكم الله وبارك فيكم. كنا مع المؤلف رحمه الله في حديثه عن زيارة القبور واتخاذها أعيادا، وقفنا عند قوله ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث واحد في زيارة قبر مخصوص، ولا روى أحد في ذلك شيئا، لا أهل الصحيح ولا السنن ولا الأئمة المصنفون في المسند كالإمام أحمد وغيره. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. كما تقدم من كلام الشيخ رحمه الله في هذا الكتاب وفي غيره وعند غير شيخ الإسلام أيضا من العلماء، أن زيارة القبور مستحبة إذا كان القصد منها السلام على الميت والدعاء له المغفرة والرحمة، وهذا على وجه العموم قبور المسلمين. أما النص على زيارة قبر معين، قبر فلان، فهذا لم يرد كما ذكر الشيخ فيه دليل على تخصيص أحد، وإنما المشروع زيارة قبور المسلمين عموما، وكذلك زيارة قبور الكفار لأجل الاتعاظ والاعتبار، لا من أجل الدعاء لهم والاستغفار لهم، وإنما من أجل أن يعتبر الزائر فقط. فهذا هو المشروع من زيارة القبور. نعم. أحسن الله عليكم. قال رحمه الله وإنما روى ذلك من جمع الموضوع وغيره، وأجل حديث روي في ذلك ما رواه الدارقطني وهو ضعيف باتفاق أهل العلم بالأحاديث المروية في زيارة قبره، كقوله من زارني وزار أبي إبراهيم الخليل في عام واحد ضمنت له على الله الجنة، ومن زارني بعد مماتي فكأنما زارني في حياتي، ولمن حج ولم يزرني فقد جفاني، ونحو هذه الأحاديث كلها مكذوبة موضوعة. نعم. وبناء على ما تقدم من القاعدة التي ذكرها الشيخ رحمه الله أنه إنما شرعت زيارة القبور على وجه العموم، ولم يخصص قبر، لا قبر نبي ولا قبر ولي ولا غير ذلك، وبناء على ذلك فما روي في زيارة قبره صلى الله عليه وسلم على وجه الخصوص والأمر بها أمر مكذوب على الرسول صلى الله عليه وسلم، كما نص على ذلك أئمة الحفاظ كالشيخ هنا كما ذكر هنا، وكما ذكر غيره من أن كل الأحاديث الواردة بخصوص زيارة قبره صلى الله عليه وسلم قبل الحج أو بعده أو غير ذلك كلها أحاديث مكذوبة لا يحتج بها. نعم. لكن النبي صلى الله عليه وسلم رخص بزيارة القبور مطلقا بعد أن كان قد نهى عنها، كما ثبت عنه في الصحيح أنه قال كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها. وإنما تدخل زيارة قبره صلى الله عليه وسلم وقبر صاحبيه وقبور أصحابه تدخل في عموم الأمر بزيارة القبور، لا أنها مخصصة دون غيرها. نعم. وفي الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال استأذنت ربي في أن أستغفر لأمي فلم يأذن لي، واستأذنت في أن أزور قبرها فأذن لي، فزوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة. نعم. وهذا الحديث يدل على زيارة حتى قبور الكفار لأجل الاعتبار والاتعاظ، لأن الله رخص لنبيه صلى الله عليه وسلم أن يزور قبر أمه، واستأذنه أن يستغفر لها فمنعه من ذلك. الله أكبر.
قال الله جل وعلا: ما كان للنبي والذين آمنوا ويستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. فبناء على ذلك تجوز زيارة قبور الكفار لأجل الاعتبار والاتعاظ فقط، لا لأجل الدعاء والاستغفار لهم. نعم. قال رحمه الله: فهذه زيارة لأجل تذكرة الآخرة، ولهذا يجوز زيارة قبر الكافر لأجل ذلك. نعم. وكان صلى الله عليه وسلم يخرج إلى البقيع فيسلم على موتى المسلمين ويدعو لهم، فهذه زيارة مختصة بالمسلمين، كما أن الصلاة على الجنازة تختص بالمؤمنين. نعم. وبناء على ذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يزور البقيع ويسلم على أصحابه ويستغفر لهم، ويزور الشهداء في أحد يسلم عليهم ويدعو لهم. هذا يجري على الإذن بزيارة قبور المؤمنين، بل على الأمر بمشروعية زيارة قبور المسلمين عموما. نعم. وقد استفاض عنه صلى الله عليه وسلم في الصحيح أنه قال: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر ما فعلوا. قالت عائشة: ولولا ذلك لأبرز قبره ولكنه كره أن يتخذ مسجدا. نعم. ولا يجوز الغلو في القبور عند زيارتها ودعاء الموتى والاستغاثة بهم أو التبرك بقرب تربتهم أو غير ذلك، هذه زيارة شركية بدعية لا تجوز، وهي من سنة اليهود والنصارى، كما قال صلى الله عليه وسلم: لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. قال ذلك يحذر ما صنعوا، فهو صلى الله عليه وسلم إنما أخبر بذلك ولعن هؤلاء من أجل التحذير مما صنعوا، أن نتشبه بهم في هذا الأمر وأن نغلو في القبور ونفرط في حقها. هذا من كمال شفقته صلى الله عليه وسلم بأمته وحرصه على تجنيبها ما يضرها ويسيء إلى عقيدتها. فتزار القبور لأجل ما سبق، الاعتبار والاتعاظ، ولأجل الاستغفار والدعاء للمؤمنين، ولا تزار لأجل الغلو فيها والصلاة عندها أو الدعاء عندها أو طلب الحاجات من الموتى أو غير ذلك. نعم. صلى الله عليكم. قال رحمه الله في الصحيح أنه ذكر له كنيسة بأرض الحبشة وذكر من حسنها وتصاور فيها، فقال: أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك التصاوير، أولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة. وهذه في الصحيح. نعم. وهذا كما سبق الحديث الذي قبله من لعنه صلى الله عليه وسلم اليهود والنصارى لأنهم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، كذلك ذكر من فعل اليهود والنصارى مع أمواتهم أنهم كانوا يبنون عليها الكنائس ويصورون فيها الصور وغير ذلك من المشاهد التي تغري العوام والجهال بالتعلق بها وعبادتها من دون الله. فلأجل ذلك القبور تصان عن هذه الأمور، فلا تزخرف ولا تجصص ولا يكتب عليها ولا يبنى عليها ولا تسرج، لأن هذه كلها أمور تغري الجهال والعوام تعلق بها من دون الله عز وجل. نعم. أحيانا يكتب على بعض أبواب المقابر في الطرق دعاء. لا يجوز هذا، هذه مبادئ شر، والشيطان يحرص على أن يتدرج بالناس إلى الشر خطوة خطوة. يكتب أولا على الباب أو يكتب على الطريق القريب من المقبرة ويقال هذا من باب التذكير، ثم يقال يكتب داخل المقبرة، ثم يقال يكتب على كل قبر، وهكذا. فلا يجوز هذا، يجب إغلاق هذا الباب ومنع هذه الكتابات. نعم. صلى الله عليكم. قال رحمه الله: وفي صحيح مسلم عن جندب بن عبد الله قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس وهو يقول: إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل، فإن الله قد اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا،
ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. نعم، وهذا الحديث كما سبق يفيد منع الغلو في القبور، ومن الغلو فيها اتخاذها مساجد لأن يصلى عندها أو يبنى عليها مسجد غير ذلك. فالقبور تجرد من هذه المظاهر المبتدعة الشركية وتبقى قبورا على حالها، كما كانت قبور الصحابة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم بارزة واضحة ليس عليها علامات أو كتابات أو مشاهد أو غير ذلك. نعم. وفي السنن عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: لا تتخذوا قبري عيدا، وصلوا علي حيثما كنتم فإن صلاتكم تبلغني. نعم، ومن نهيه عن الغلو في القبور اتخاذها عيدا، والعيد المكان الذي يجتمع فيه ويعتاد الاجتماع عنده، فلا يعتاد الجلوس عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم والاجتماع عنده، لأن هذا من اتخاذه عيدا، لأن العيد على قسمين: عيد زماني كعيد رمضان وعيد الفطر وعيد الأضحى، أو عيد مكاني وهو محل الاجتماع للعبادة، الأمكنة التي يجتمع فيها من أجل العبادة، فهذه أعياد مكانية. فالقبور لا تتخذ أعيادا بمعنى أن يجتمع عندها وأن يتردد عليها. نعم. وفي الموطأ وغيره عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. النبي صلى الله عليه وسلم دعا ربه أن لا يجعل قبره وثنا يعبد من دون الله. الوثن هو ما عبد من دون الله عز وجل من سائر الأشياء كالصور والأشجار والأحجار والقبور وغير ذلك، فالوثن هو كل ما عبد من دون الله عز وجل. وكيف يكون قبر النبي صلى الله عليه وسلم وثنا إذا غلي فيه واستد في حقه صلى الله عليه وسلم، وجعل مكانا للصلاة والعبادة والدعاء؟ إنما المشروع أن يسلم المسلم عليه عند قدومه من السفر ويمضي ولا يجلس. نعم. وفي المسند وصحيح أبي حاتم عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء، والذين يتخذون القبور مساجد. وهذا الحديث يدل أيضا على منع اتخاذ القبور مساجد، يعني محل الصلاة، سواء بني عليها مسجد أو لم يبنى عليها مسجد، فمنهي عن ذلك، لأن هذا من وسيلة الشرك. وإن كان المصلي يصلي لله، لكن صلاته في هذا المكان تعلق قلبه أو قلب غيره بالقبر، فيدعوه ويتبرك به من دون الله ولو على المدى البعيد. حسما للمادة تمنع الصلاة عند القبور مطلقا. نعم. ومعنى هذه الأحاديث متواتر عنه صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي، وكذلك عن أصحابه. نعم، هذا متواتر، والمتواتر ما رواه جماعة عن جماعة من بداية السند إلى نهايته، يستحيل تواطؤهم على الكذب، هذا هو المتواتر. قد تواتر عنه صلى الله عليه وسلم تواترا معنويا أنه نهى عن الغلو في القبور بأي نوع من أنواع الغلو والإطراء. نعم. فهذا الذي ينهى عنه من اتخاذ القبور مساجد مفارق لما أمر به وشرعه من السلام على الموتى والدعاء لهم، فالزيارة المشروعة من جنس الثاني، والزيارة المبتدعة من جنس الأول. النبي صلى الله عليه وسلم إنما أمر بزيارة القبور للسلام على الأموات والدعاء لهم، ونهى عن الغلو في القبور البناء عليها أو الدعاء عندها أو الصلاة عندها أو أشد من ذلك الاستغاثة بالميت أو طلب الحوائج من الأموات، لأن هذا إما يكون من الشرك الأكبر، وإما يكون بدعة وسيلة إلى الشرك. نعم. قال: فإن نهيه عن اتخاذ القبور مساجد يضمن النهي عن بناء المساجد عليها وعن قصد الصلاة عندها، وكلاهما منهي عنه باتفاق العلماء، فإنهم قد نهوا عن بناء المساجد على القبور، بل صرحوا بتحريم ذلك كما دل عليه النص. نهيه صلى الله عليه وسلم عن اتخاذ القبور مساجد
يشمل معنيين: المعنى الأول البناء عليها، أن يبنى عليها مسجد كما هو الحال في والواقع في بلاد المسلمين اليوم، أو غالب بلاد المسلمين اليوم بسبب ما دب إليهم من التشبه باليهود والنصارى الذي حذر منه صلى الله عليه وسلم، وبسبب دعاة السوء، وبسبب الفرق الضالة التي روجت هذه الفتنة فبنت على القبور مشاهد ودعت إلى تعظيمها والغلو فيها. فهذا منهي عنه بالدرجة الأولى. ثم بعده أن يصلى عندها أو يدعى عندها وإن لم يبنى عليها مسجد. نعم، أحسن الله إليكم. قال: واتفقوا أيضا على أنه لا يشرع قصد الصلاة والدعاء عند القبور، ولم يقل أحد من أئمة المسلمين أن الصلاة عنده والدعاء عنده أفضل منه في المساجد الخالية عن القبور، بل اتفق علماء المسلمين على أن الصلاة والدعاء في المساجد التي لم تبنى على القبور أفضل من الصلاة والدعاء في المساجد التي بنيت على القبور. الصلاة في المساجد التي بنيت على القبور لا تصح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنها، والنهي يقتضي الفساد. فلا تجوز الصلاة في المساجد المبنية على القبور، لأنها في الحقيقة ليست مساجد وإنما هي مشاهد. نعم. أما الصلاة المشروعة فإنما تكون في المساجد الخالية من مظاهر الشرك، لقوله تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. نعم، أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: بل الصلاة والدعاء في هذه منهي عنه مكروه باتفاقهم، وقد صرح كثير منهم بتحريم ذلك بل وبإبطال الصلاة فيها، وإن كان في هذا نزاع. النزاع إنما هو في إبطال الصلاة، نظرا لأن المصلي لم يقصد القبر وإنما يقصد الصلاة لله عز وجل. لكن لما كانت صلاته منهيا عنها في هذا المكان، بعض العلماء وهم المحققون من العلماء يرون بطلانها، لأن النهي يقتضي الفساد كما هي القاعدة الأصولية. والفريق الآخر يرى أن الصلاة في حد ذاتها صحيحة، لكن يأثم على أدائها في هذا المكان لأنه ارتكب النهي. نعم، صلى الله عليكم. والمقصود هنا أن هذا ليس بواجب ولا مستحب باتفاقهم، بل هو مكروه باتفاقهم. نعم، تواترت النصوص كما سبق، وأجمع العلماء على أنه لا تجوز الصلاة عند القبور، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك وشدد، ونهى عن اتخاذها مساجد والصلاة عندها والدعاء عندها، لأن هذا من وسائل الشرك. نعم. والفقهاء قد ذكروا في تعليل كراهة الصلاة في المقبرة علتين: إحداهما نجاسة التراب باختلاطه بصديد الموتى، وهذه علة من يفرق بين القديمة والحديثة، وهذه العلة في صحتها نزاع لاختلاف العلماء في نجاسة تراب القبور، وهي من مسائل الاستحالة. وأكثر علماء المسلمين يقولون إن النجاسة تطهر بالاستحالة، وهو مذهب أبي حنيفة وأهل الظاهر، وأحد القولين في مذهب مالك وأحمد. وقد ثبت في الصحيح أن مسجد النبي صلى الله عليه وسلم كان حائطا لبني النجار، وكان قبورا من قبور المشركين ونخلا وخرابا، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالنخيل فقطعت، وبالخرب فسويت، وبالقبور فنبشت، وجعل النخل في صف القبلة. فلو كان تراب قبور المشركين نجسا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بنقل ذلك التراب، فإنه لا بد أن يختلط ذلك التراب بغيره. والعلة الثانية: ما في ذلك من مشابهة الكفار بالصلاة عند القبور لما يفضي إليه ذلك من الشرك، وهذه العلة صحيحة باتفاقهم. نعم، النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة عند القبور، اختلف العلماء في علة ذلك أو في تعليل ذلك على قولين. القول الأول أن العلة هي النجاسة، لأن صديد الموتى يختلط بالتراب فيكون نجسا، والصلاة لا تجوز في الأرض النجسة، وهذه العلة غير صحيحة. لما ذكر الشيخ رحمه الله من أن مكان مسجده صلى الله عليه وسلم كان في الأصل فيه قبور للمشركين، فأمر بها فنبشت، ولم يرد عنه أنه أمر بتطهير المكان،
فدل على أن هذه العلة ليس لها أصل وليست صحيحة، هذا من ناحية. نعم. الناحية الثانية أنه لو قيل إنها نجسة وأن صديد الموتى لا يزال فيها، فإنها قد طهرت بالاستحالة، والشيء طهر بالاستحالة مذهب قوي من مذاهب العلماء، أن الشيء إذا استحال وتحول من حاله إلى حال أخرى أنه يزول الحكم، فيكون الاستحالة قد طهرت هذه الأمكنة على طول الزمان والشمس والريح وغير ذلك، فهذه علة واهية ولا يلتفت إليها. والتعليل الصحيح وهو القول الثاني أن العلة هي أنها وسيلة إلى الشرك، أن هذا العمل وسيلة إلى الشرك، وقد جاء الشرع بسد الوسائل المفضية إلى الشرك. نعم. أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: والمعللون بالأولى كالشافعية وغيره عللوا بهذه أيضا وكرهوا ذلك لما فيه من الفتنة، وكذلك الأئمة من أصحاب أحمد ومالك كأبي بكر الأثرم صاحب أحمد وغيره عللوا بهذه الثانية أيضا، وإن كان منهم من قد يعلل بالأولى. نعم. والذين قالوا بالعلة الأولى وهي النجاسة، نجاسة المكان، لم يقتصروا على هذا، بل عللوا بالعلة الثانية وهي أن هذا وسيلة إلى الشرك. إلى الشرك. نعم. وقد قال الله تعالى: وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. ذكر ابن عباس وغيره من السلف أن هذه أسماء قوم صالحين كانوا في قوم نوح، فلما ماتوا عكفوا على قبورهم وصوروا تماثيلهم، ثم طال عليهم الأمد فعبدوهم. قد ذكر هذا البخاري في صحيحه، وأهل التفسير كابن جرير وغيره وأصحاب قصص الأنبياء كوثيمة وغيره. قال تعالى عن قوم نوح أنهم تواصوا فيما بينهم لما عصوا نبيهم نوح عليه السلام، لما أمرهم بعبادة الله وترك عبادة الأصنام، تواصوا بأن يتمسكوا بما هم عليه وأن يعصوا نبي الله نوح عليه السلام، فأبوا التوحيد وتواصوا بالبقاء على الشرك. قالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. وهذه في الأصل أسماء رجال صالحين من قوم نوح غلوا فيهم وآل بهم الأمر إلى أن عبدوهم من دون الله، فدل على أن الغلو في الصالحين والمبالغة في مدحهم التعلق بهم التعلق الزايد أن هذا يفضي إلى الشرك كما حصل لقوم نوح. نعم. ويبين صحة هذه العلة أنه صلى الله عليه وسلم لعن من يتخذ قبور الأنبياء مساجد، ومعلوم أن قبور الأنبياء لا تنبش ولا يكون ترابها نجسا. وكذلك مما يبطل العلة بأن العلة هي النجاسة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن اتخاذ القبور مساجد، ومنها قبور الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، والأنبياء طاهرون وتربتهم طاهرة، ومع هذا يدخلون في عموم النهي. نعم. وقال صلى الله عليه وسلم عن نفسه: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، وقال: لا تتخذوا قبري عيدا. فعلم أن نهيه عن ذلك من جنس نهيه عن الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها، لأن الكفار يسجدون للشمس حينئذ، فسد الذريعة وحسم المادة بأن لا يصلى في هذه الساعة، وإن كان المصلي لا يصلي إلا لله ولا يدعو إلا الله. هذا كما سبق أن العلة هي سد الوسيلة إلى الشرك، فإنه إذا صلى عند القبر أو دعا الله عند القبر، وإن كان لا يصلي إلا لله ولا يدعو إلا الله، لكن صلاته عند القبر ودعاؤه عند القبر وسيلة إلى أن يعظم القبر والميت ويتعلق به من دون الله، فيؤول هذا إلى الشرك كما حصل لقوم نوح. نعم. وكذلك نهى عن اتخاذ القبور مساجد، وإن كان المصلي عندها لا يصلي إلا لله ولا يدعو إلا الله، لئلا يفضي ذلك إلى دعائها والصلاة لها. نعم. مما يؤيد هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها. لماذا؟ لأن المشركين يسجدون للشمس في هذين الوقتين، فنهينا عن التشبه بهم. نعم. فلا نصلي لله في هذين الوقتين، لا نصلي لله في هذين الوقتين، لأن هذا وسيلة إلى الشرك. نعم. وتشبها بالكفار. بالكفار. نعم.
قال: وكلا الأمرين قد وقع، فإن من الناس من يسجد للشمس وغيرها من الكواكب ويدعو لها بأنواع الأدعية والتسبيحات، ويلبس لها من اللباس والخواتم ما يظن مناسبته لها، ويتحرى الأوقات والأمكنة والأبخرة المناسبة لها في زعمه. نعم، من البشر من يعبدون الكواكب، كقوم نمرود وجماعة نمرود الذين بعث إليهم إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام، كانوا يتقربون إلى الكواكب ويسجدون لها ويعبدونها، ومن ذلك الشمس والقمر. فكما أن الكواكب تعبد من دون الله، كذلك القبور تعبد من دون الله. والنبي صلى الله عليه وسلم جاء بسد الوسيلة إلى الأمرين، فلا يصلى عند طلوع الشمس وعند غروبها، ولا يصلى عند القبر، ولا يدعى عند القبر، كل هذا من أجل سد الوسيلة المفضية إلى الشرك. نعم. قال: وهذا من أعظم أسباب الشرك الذي ضل به كثير من الأولين والآخرين. نعم. حتى شاع ذلك في كثير ممن ينتسب إلى الإسلام، وصنف فيه بعض المشهورين كتابا سماه السر المكتوم في السحر ومخاطبة النجوم، على مذهب المشركين من الهند والصابئة، والمشركين من العرب وغيرهم مثل طمطم الهندي وملكوشة البابلي وبن وحشية وأبي معشر البلخي وثابت بن قرة وأمثالهم ممن دخل في هذا الشرك وآمن بالجبت والطاغوت وهم ينتسبون إلى أهل الكتاب، كما قال الله تعالى: ألم ترى إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا. وقد قال غير واحد من السلف: الجبت السحر والطاغوت الأوثان. نعم. وبعضهم قال: الشيطان وكلاهما حق. نعم. فلما كان الغلو في هذه الأشياء يفضي إلى الشرك، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة عند القبور والدعاء عند القبور، كما نهى عن الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها، كل ذلك لأجل سد الوسيلة المفضية إلى الشرك، ومنع للتشبه بالكفار، قوله صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم. ووجد في الأمم من عبد النجوم كما سبق، ووجد منهم الكثير من عبد القبور والأولياء والصالحين، حتى إن بعض العلماء في الإسلام صنف كتابا، وهو الرازي صنف كتابا سماه السر المكتوم في مخاطبة النجوم، ويقال إنه تاب من ذلك، نرجو أنه تاب من ذلك، لكن الكلام على أن هذا أمر موجود. نعم. على أن هذا أمر موجود فلا يستغرب، ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم حسم المادة حرصا على بقاء التوحيد ونفي الشرك. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا وجزاكم خيرا. أيها المستمعون الكرام، إلى هنا نأتي إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم مع صاحب الفضيلة الشيخ صالح ابن فوزان الفوزان. شكر الله لشيخنا ما تكرم به من الشرح والبيان، وشكر لكم حسن استماعكم، ونفعنا وإياكم بما نقول ونسمع. هذه في الختام تحية أخي مهندس الصوت ناصر الجريسي، حتى نلقاكم في الحلقة القادمة إن شاء الله، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.